احنا احتجاجنا علاش؟ على خاطر هذه الطبقة المزمرة تستنى معناها في السور دي بتكيك ودرش وتزيد وزيرة خرج منشور وتنحيه وبعد تكذب تقول ما خرجتوش، معناها كمة النذالة فماش حاجة أخرى. تو الوزيرة مصحة فيه، إذا كان مش هي مصحة أبسط الأشياء تعمل بحث تقدم قضية في اللي صح من قصدها. رمضان كاتب عام النقابة الأساسية لمستشفى فرحة هشيت بسوس، الوقفة هذه تندرج في إطار منشور أصدرته الوزيرة يوم 4 أفريل من الشهر هذايا، تتمسك به بتطبيق القانون اللي يقول معناها زي الشغل يعطى معناها زي، وإحنا لي جي بي اس معناها المؤسسات العمومية عاملة اتفاقات مع الإدارات باش تاخو المعلوم الزي هذايا نقدا، وعنا سنين ناخذوا فيه. التراجع هذايا تم من جانب واحد معناها ما تشاورتش فيه مع حتى حد، وفي تصريح لها المدة هذه اتنصلت من المنشور قالت ماهوش هاني اللي أمضيت فيه، بينما المنشور موجود، وإذا كان هي بالحق معناها ما صحتوش أبسط الأشياء تعمل بحث وتحاسب إلا صح في بلاصتها، وإذا كان هي تقول ما أمضيتوش وتحب معناها المناخ الاجتماعي يبقى سليم في المؤسسات تقول أخويا طب كلها معمول به سنة الفارطة حاجة بسيطة، هذا ما تمش، معناها يأكد وأن هي اللي أمضت فيه ما فماش حد آخر. هذا الموضوع الكل معناها، والوزارة معناها طبعا قداش عندنا تو قريب 10 أيام ولا خير وحنا نوقفوا نحتجوا، لا حياة لمن تنادي، معناها كأن الأمور ما يهمهاش، معناها المناخ الاجتماعي السليم داخل المؤسسات ما يعنيهاش حتى طرف، اللي يهمها معناها هي كرسي نتاعها وكهوا وتحواس نهار الكل تحوس دايور، معناها هي المنشور كي خرجته ماهيش موجودة في تونس في جنوب أفريقيا مع رئيس الحكومة، معناها من الجبن ما تحبش حتى تواجه، إذا كان بالحق معناها عندها مواقف ثابتة وصحيحة إيجا واجه قول راني خرجته ونهاجوا بالقرعة نقارعوا بعضنا، هذا يلزم يتعمل هذا ما يتعملش ونعطيكم. واحنا شنو معنا احنا علاش احنا كي عملنا الشيء هذا؟ مش معناها على خاطر فلوس، لا، خاطر الزي ما يساوي شيء والخدام ما في حالوش، نقولوا قيمته 100,000 يمشي يبيعوا ب 20 وب 30,000، قلنا ماهوش معقول اهدار المال العام، انا اعطيه نقدا وهو يتصرف هكا على الاقل القيمه الماليه يتمتع بها العون مش يتمتع بالربوع نتاعها. هذا الطرح اللي طرحناه وقتها باش مشيت معانا الاداره وتجاوبت، ما عندناش غايه اخرى، فهمت؟ تو هو فما يقول لك النيه باش نرفع في القيمه نتاع الواحد ونعطيك بونو، نفس الشيء نفس الاشكال. وحاجه اخرى باش يوريك الدوله ما هيش عادله في الموظفين نتاعها، تو في مستشفى حشاد ياخذوا 130 دينار قيمة زي الشغل، في مؤسسات أخرى تاخذ حتى 500، أو نعطيك عملت التعليم العالي على بكرة أبيهم، هذا فيه معناها اتفاق وطني 500,000 ياخذوا، هذاك عامل وهذا عامل، ونفس السالير دو باس. الامتياز علاش؟ معناها هذاك تعطيه 500 وهذا تعطيه 130 وتزيد تنحيهم له، هذا ما يجيش ماهوش مقبول، وهذاك علاش متمسكين معناها بالوقفة نتاعنا. يطلبنا باش ندعموهم احنا تو في لي جي بي اس عندنا مجلس اداره وعندنا ميزانيه نرزوها للدعم الاجتماعي. الميزانيه نتاع المؤسسه في حشات 600 مليون ما ناخذوا منها كان 400 وشويه، قلنا يا خويا هات البقيه معناها ما تجاوبوش معانا وما عملنا حتى شيء، قلنا بون البلاد تمر بازمه وكذا نراعيوها، هما ما يراعيوش، هما يراعيو كان الطبقه القويه هذيك ما تمسش، اما الطبقه الضعيفه انزل عليها ما يسالش زيد عصر منها الخل. توا قاعدين ننسقوا مع الجامعه العامه للصحه على اساس تكون معناها التوجه موحد في اللي جي بي اس، خاطر المؤسسات الاخرين ياخذوا بنوات، المستشفيات المحليه والجهويه ياخذوا بنوات، ما همش معنيين بالمنشور هذا، المعنيين هو كان لي جي بي اس. قاعدين ننسقوا على الصعيد الوطني وفما النيه نتاع التصعيد.